انا جيت حط عليا ولا واش انت بيه من تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان مباشرة من السوق الأسبوعي لمدينة بني ملال. يعني اليوم تعرفوا في هذه الجولة من قلب السوق الأسبوعي على الأثمنة ديال الخضر والفواكه. يعني شحال واصلة اليوم الأثمنة في السوق بالجملة وكذلك بالتسقيط عند الخضارة هنايا؟ السلام عليكم، لاباس بخير، مرحبا بكم في السوق، مرحبا بكم في السوق الاسبوعي ديال بني ملال. والأثمنة اخويا زايده شويه اليوم، المطيشه كاينه 6 دراهم، الليمون ديال البركان كاين 6 دراهم، وبطاطا اليوم كاينه 5 دراهم، خيزو تا هو 5 دراهم، الفوته مخلطين 120، الفلفل والدنجلين 120، الباربا كاينه 100 كاينه 80، والقرعه الكورجيت الخضراء كاينه 8 دراهم، الشفرجل تا هو كاين 160، الشيفرون كاين 140 كاين 160. المهم الأثمنة اليوم بركه، كاينه شويه ديال الزياده، كاينه الزياده اليوم. البصله بحال البصله اليوم كاينه 6 دراهم، كانت ب 4 دراهم 70 ريال، كاينه اليوم اخويا راه كاينه 6 دراهم اليوم. الصندوق ما كاينش صندوق تبيعو مال الكيلو، لا الصندوق ديال المطيشه اخو كاين 2600 2400 وفي القرون 2600 2400، هادي ديال اكادير، هادي ديال اكادير. كاينه ديال الوالديه كاينه ب 80 درهم 90 درهم، الجوده ديال الوالديه دابا بدات تتخرف، اما ديال اكادير بحال باديه دابا غنشوف الخير تبارك الله. كاينه الجوده مزيان، الجوده ديالها عاليه، ملي تكون باديه تاهي غادي توصل عند الخريف، اما ملي تكون بحال باديه راه تكون مليحه في اي بلاصه، اي بلاصه بحال باديه المنتوج راه تيكون مليح. حتى هي تتكون في البنيه البلاستيكيه، علاش؟ البنيه البلاستيكيه ديالها تاهي ضروري ضروري ضروري. كاينه حتى ديال اكادير، ديال اكادير ديال اللوزين، تدوز من اللوزين كاينه حتى هي دايره 100 درهم الصندوق، فرق على هذه ب 30 درهم ولا 20 درهم في الصندوق. ضروري التصدير، التصدير ما يمكنش غادي التصدير، وقول له قول اتفاقيه هي الاولى مع الدولي، صبروني عاد يشوفونا حنايا، يمكن شي واحد يدير معاه كونترا وغتقطع عليه داك الشيء اللي داير معاه. يعني اللي كان تصدير لا يمكن يسبقونا، يسبقوا المغرب ويوخروا الناس اللي دايرين معاه ضروري. طاطا وسط الكيلو دابا كاينه في الجمله كاينه خو 4 دراهم 86 ريال. تبيعهاش للصندوق الطاطا؟ لا الكيلو 86، خيزو واصل 100 درهم، خيزو تتباع للصندوق واصل 100 درهم، الليمون اخويا 120. الشتا واخا طاحت، الشتا طاحت مره وحده بغات تجيب لنا مطيشه لا يمكن، الشتا خصها تداوم العام اربع مرات. يعني راه طاحت الكاه ديال الله سبحانه وتعالى، طاحت الامطار طاحت الشتا، واخا طاح الشتا خصها تطيح وتعاود وتطيح وتعاود، ماشي طاحت الشتا هي مزبط نوضنا حنا مطيشه اليوم، لا
صدقوا ان شاء الله نطلبوا منك. لا ماشي كتغلى، لا طاحت الشتا غلى الدواء من الشتا تطيح الخضره. علاش؟ يتولي الانتاج، تيعاون الانتاج اللي شي منتوج لما واصلش توصل الشتا على العموم. اما فاش تصب مره وحده وتقول لي غادي توصل الخضره ما يمكنش. نسيت شي حاجه، شنو هي ارخص حاجه كاينه في السوق؟ ارخص حاجه كايناش، ارخص حاجه، ارخص حاجه في الخضره دايره 100، الكيلو رخيص داير 100، بصله 120، الكيلو رخيص داير 100 درهم. ارخص حاجه في الخضره، داروك على الخضره، ماشي الديسير، على الخضره ارخص حاجه دايره 100. اما ارخص حاجه في الفواكه بحال التفاح كاين 4 دراهم، كاين 3 دراهم، الوقت ديالو هذا دابا، فهمتي؟ داكشي باش رخيص. شتي الخضره كامله غاليه. طلبوا من الله يدير شي مسلك ديال الخير. تلموت عليها بزاف. مشاهدينا متابعينا الكرام، الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها، مع تحيات اخوكم طارق دائما، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.